كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أنا كنشكي بهذا السيد اللي جاي جورني طبيب يحصره، حنا فرحانين به. نهار اللي جا قال بأن الطبيب وكذا كذا كذا، وقوصينا بأن هذا العقار هذا اللي غتبني هنا العقار ديالي راه قديم، عندك تشقولي عندك كذا. قال هو كيتحمل أي مسؤولية الضرر اللي كان. صبح هذا السيد هذا ضرني بجميع الجوانب، شق لي العقار ديالي واتجهت للمحكمة، والمحكمة نصفتني الحمد لله والخبر إلى حد الآن، وأكدوا بأن كاين ضرر. ولكن هذا السيد هذا كاين ضرر آخر اللي ما عمر غيتعالج، يمكن ضرر ديال العقار ديالي يمكن نعالجوه بالشقوق من عندي ولا من عند التعويض ديال الدولة، هذا موضوع آخر. ولكن هذا السيد رجع كيجبني عشوائي، كيبني مسروق، وهذا الطبيب يحصره. هو دابا حاليا في هذا النهار هذا 10/6 أو خدام بالبني، وعندي معاينة ديال المفوض القضائي حصل في الأيام ديال هذا الفيروس، كيبني مسروق. ولهذا هذا السيد هذا استعمل معايا العنف مرارا وتكرارا، وأنا كيفاش غنتجاور معاه السيد كيستعمل معايا بالعنف؟ هذا الطبيب وأنا ساكن بوليداتي. ولهذا هذا السيد كنصيب السيد الوالي يباشر على هذا العمل هذا، يشوف هذا العمل هذا واش مطبق القانون. أنا كنشوف ما مطبقش القانون. هو كيدعى بأن شي واحد مسمي في الولاية كيحميه، حنا ما عندناش في الولاية، حنا عندنا السيد الوالي ومفتي صاحب الجلالة وفرحانين في بلادنا. أنا واحد إنسان مواطن كنخلص واجبات الدولة ديالي، وأنا رجل أعمل، وما يمكنش يجي واحد السيد آخر يكرهني في السكنة ديالي وأنا ساكن هنا يدار 20 سنة وزيادة إلى آخره، وكنخلص واجبات ديالي. فجا السيد باغي يعمل مشروع، يمكن الشارع كيسمح له يعمل مشروع، حنا ما غاديش نمنعوه بطبيعة الحال، حنا مع التطور ديال الوقت. ولكن السيد ماشي غيعمل مشروع، غيعمل هنا النوع ديال هذا ديال البنايه عشوائي، وما محترمش لا المعايير التحتاني، وطاد الغازو عمل فيه هو لافينونس طلع فيه ثلاثة مزيرو حتى ثلاثة المتر الفوق. ولهذا هذا السيد هذا شنو الحل معاه؟ كيفاش غنتجاور معاه السيد عنفي؟ كيفاش غنتجاور معاه؟ يطلق لي هنا الخدامه، كل مره يداز معايا خدام، كل مره يحرقني الدم ديالي. دابا كدليل على هذا الشيء دابا البنايه ديالو هي عنده موقفه، وهو خدام، والقايد عمل المجهود ديالو، والقايد تجهنا ليه روح تكرهنا، تقل كودينا هادشي فوق الطاقة ديالي، الشيخ كيقول فوق الطاقة ديالي، شكون اللي كيحمي هاد السيد هذا؟ ولهذا هاد السيد هذا الله يجازيكم بخير، أنا بغيت السيد الوالي شخصيا يباشر العمل هاد السيد، يشوف هاد السيد هذا راه ماشي كاينة سيبة في البلاد، إذا كان هو عنده فكرة بأنه سيبة في البلاد، سيبة ما كانش في البلاد، وأنا هاد السيد ما غاديش نسكت له، شحال ما طال إنسان في العمر ديالي ما غاديش نسكت هاد السيد هذا، ولكن السيد الوالي يحميني من هاد السيد هذا، وبغينا غير القانون، والله يجازيكم بخير، الله يرحم والديك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.